ما تيجي تقول لنا المنيو دلوقتي، الانواع اللي قدامك، كان انا دلوقتي جاي لك اللي اهو. تمام. عندك انا اللي موجود عندي دلوقتي التشيز كيك، ايوه، البطاطا، بطاطا. طبعا الاطعمه اللي موجوده دلوقتي كلها حاجات مختلفه. حلو. بس ولك... في حاجه اسمها ايس كريم بالبطاطا. بطاطا، بطاطا بالكراميل، دي حاجه جميله جدا. حلو. تحفه، وان شاء الله تعجبك. دي بتبقى موجوده في اوقات معينه من السنه. ماشي. بعد كده عندي الموز. حلو. ده طول السنه طبعا فريش. الليمون برضو لما بنعمله بيبقى فريش. انا جايب معايا قرفه، هعمل الموز مع القرفه كميكس جديد، حاجات مش مشهوره جدا. الكنافه بتتعمل ايس كريم بيبقى طعمها تحفه جدا. متهزرش بقى يا مصطفى، كنافه طبعا. بيهزر ولا ايه؟ جميله جدا. انت بتقول جميل على كده. عجبك؟ لا انت عارف انا هموت واكل ايه؟ الليمون. الليمون بقى يعني خرافه. اصل انا كمان بحب لون الناس اللي هي بتحب الحاجات اللي بتبقى ساور، اللي هي بالظبط كده، اللي هي الحاجات لما بيتعمل بقى مع حاجات زي الفاكهه الاستوائيه بيبقى سويت اند ساور. بيودي التست معاك لحاجه كده. ايه يعني اللي هو الحادق؟ لازم تجرب. طب يلا 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 ابدا على طول. احنا نبدا بالتشيز كيك الاول. انت حطيت اللبن مع الفانيليا؟ احنا قلنا دوت بيبقى لبن طبيعي مع الفانيليا بتاعت الايس كريم. هو اسمه ايس كريم صداع اصلا. طبعا الثلاجه درجه الحراره بتاعتها 40 تحت الصفر، توصل ل 40 تحت الصفر. فاحنا حطينا الايس كريم سايب، فبعد دقيقه او دقيقتين زي ما شفنا كده بالظبط بيتحول ان هو بيبقى ايس كريم. اوكي، هو كده بقى اتحول لايس كريم. بقول لك ايه، وشكله فريش جدا. هو ممكن يتاكل كده، بس طبعا احنا بنرول. يلا بينا. ده مختلف تماما. هات لي بقى، انا عامل كده. لا حاول. ايوه كده. ارفع ايدك شويه، ارفع ايدك شويه كده. تمام. خش. سهل جدا. بس لا ما تسيبش ايدك، خليك زي ما انت. تمام. اكمل. تمام. كده بقى ايس كريم رول. وبعد كده هات تحطه في البتاع. هنحط عليه صوص، ممكن نحط عليه شوكولاته، ممكن نحط عليه كراميل. ايوه.